الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بصوا دكاترة، ده الميد بتاع 2023 فيرتيكال، تمام؟ ايه قصة الميد بتاعنا النهاردة؟ الميد عايزين بس نركز على الكلمات اللي هي مفتاح الإجابة بتاعت السؤال، تمام؟ طبعا الميد زي ما عرفنا هو كله ام سي كيو، هيبقى امتحان سهل طبعا، مدته كانت نص ساعة عليه 15 درجة، عبارة عن صفحتين، تمام؟ تمام. طيب هنا بيقول لي اقرا وجاوب، ماشي اختياري يعني.65 years old patient had productive cough، يعني عنده كحة فيها بلغم، ماشي. And fever، حلو، طيب تمام. خلي هنا المدة أسبوعين، duration she improved، يعني تحسنت، هي هنا تحسنت، هنا في تحسن. طيب على مضاد حيوي antibiotic therapy which is the following best describe her course of illness، ايه حالة المرض كده طالما هي بتتحسن بعدها regressive، تمام. يبقى الإجابة عندي اعتمدت بشكل أساسي على مين؟ على كلمة، على كلمة improved، تمام، يعني هي اتحسنت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following is considered an items of therapeutic history، ثيرابيوتيك هيستوري حاجة علاجية. طيب البلاد ترانزفيوجن أكيد لا، فود لا، هوسبيتال لا، الدراج، ما بص ثيرابي دراج، تمام، تبقى هي دي الإجابة. Which of the following is considered، عشان الثيرابيوتيك هيستوري منها الدراج أليرجي، يعني حساسية ضد دواء معين وكده. هنا بقى بيقول لي which of the following is considered an example of familial disease، مرض لي مرتبط بالعيلة، الأمراض اللي أنت عارفها المرتبطة بالعيلة، بعض مثلا السرطانات، بعض الديابيتس، السكر وكده. طيب فهنا الديابيتس ينفع، أما حاجات انفيرونمنت ملهاش علاقة، فود ملوش علاقة، التي بي ملوش علاقة، وهكذا. السكر حتى أنت عارف إنه بيكون وراثي شوية. هنا a 14 years old patient presented with dyspnea and snoring، تمام، يعني هو بص العموم المشكلة تنفسية لأنه عنده صعوبة في التنفس. هير بادي، هي بقى طلعت في ميل، هير بادي ماس اندكس از 41، اوبا دي اوفر، اوفر الطبيعي خالص، يعني هي اوبيز اكتر من الاوبيز العادي، تمام. which of the following بس سكرايب هير، الوزن بتاعها هنا موربيديتي اوبيز اللي هي اكتر من 40، احنا كنا مقسمينهم طبعا ال 40 اكتر من 40 هو الموربيديتي اوبيز، الاوبيز من 30 ل 39، الاوفر وايت اللي هي من 25 ل 39، خلي بالك بس من حته الاندر وايت اللي هو اقل من 18، افتكرها كده بسنك في الكليه، يعني انا كنت بحفظهم ازاي، الشباب اللي في الكليه معانا السن بتاعهم المفترض من 18 لفوق، من 18 ونص لفوق، اقل من 18 ونص يبقى ده اندر وايت مش تبعنا، من 25 ل 29 دول الناس الاوفر، اوفر وايت. طيب من فوق ال 30 لا، ده عدى، ده عدى خالص اوبيز، ومن فوق ال 40 ده الموربيديتي اوبيز، تمام، ماشي. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي a 55 years old patient is presented to an outpatient clinic with cough، عنده كحة وعنده مشكلة في النفس، لما عملنا له جنرال اكزامينيشن لقينا في حاجه زرقاء بلاش دي كوريليشن ديسكوليريشن اوف ذا سكين اند ميوكس ميمبرين انكلودنج التانج واللسان، كان واخد نفس اللون ده، اللسان لونه ازرق، ده السيانوزيس، سيانوزيس حاجه سهله، اما الجوندس دي العين بتاعته تبقى صفراء، تمام. هنا بيقول لي 12 years old male patient presented to the outpatient clinic with history of fever، عنده history بالفيفر والانوركسيا وابدومينال بين from 1 week، تمام. now he has fatigue، وتعبان، and change in the color of urine، واللون اليورين بتاعه اتغير، حلو. you suspect viral hepatitis، انت حاسس انه ممكن يكون عنده الصفرة اللي هو HAV اللي هو فيروس A، يعني to detect jaundice، عشان نشوف الجوندس دي اشوفها في عينه بقى في الحتة البيضة اللي في عينه اللي اسمها سكليرا. You should examine which of the following، افحص عينه، لو ما كتبليش عينه يبقى السكيلر بتاعت عينه، تمام. طيب هنا بقى بيقول لي which one of the following is the last items included in personal history، اخر حاجه في البيرسونال هيستوري
اخر حاجه السبيشيال هابت قلنا اللي ما كناش مهتمين بيها اللي هي السبيشيال هابت، تمام، العادات بتاعته كده. طيب اهم الصفحه اللي بعديها، طبعا خلي بالك نفس هم الدكاتره دول هم اللي هيحطوا الامتحان بتاعنا مع نفس الدكتوره هدى، هي اللي موجوده برضو معانا السنه دي. الصفحه الثانيه والاخيره، طبعا هنا اول سؤال هو بيقول لي ايه، بيقول لي اسكار ميروس ويندو، اللي هو بص انا اول ما بشوف كلمه ويندو دي بفتكر الصوابع على طول، الفحص بتاع الصوابع ويندو تيست، تمام. is used to examine which of the following الفينجر او الفينجر كلابينج، تمام، اللي بيحط الصابع قبل بعضهم ويشوف في فراغ ولا ما فيش، تمام. رقم 9، تمام، رقم 9 ايه قصته؟ قال لك والله 53 year old patient present with cough، عنده كحة من 8 سنين، تمام. he has been smoking 10 سيجارات per day، كان بيدخن 10 سيجارات كل يوم لمدة 30 سنة. which of the following describe the smoking state of the patient، والله انا لو عايز احسب السموكينج ستيت بتاعته هبص هو كان بيدخن، هضرب عدد السيجارات بتاعت كل يوم في عدد السنوات دي، كنت بحسبها بالطريقة دي، فهضرب كنت ال 10 في 300 زي ما زميلنا عامل هنا، 10 في 300 10 في 30 اداني 300، 10 في 30 سوري يساوي كام؟ 300، تمام. طيب احنا طبعا كنا بنقسم التدخين ده درجات، فكنا بنقول ان هو لو اقل من 200 يبقى ده ايه، ميلد سموكر، يبقى ميلد سموكر اقل من 200، اما لو الرقم كان من 200 ل 400 كنت بقول عليها مودريت سموكر، اما لو كان الرقم اوفر ال 400 اوفر ال 400 تمام كنت بقول عليه ايه، بقول عليه بيدخن كتير اوفر، ماشي. طيب هنا بقى بيقول لي as regards as the patient's complaint you should consider which of the following، انت لما بتبقى تاخد الكومبلين بتاعته لازم تعرف ايه الحاجه المهمه في دول، لو قريتهم هتلاقي الديوريشن، لازم تعرف الديوريشن بتاع المرض بتاعه، ما انا مش هعرف مثلا كلمات الدكتور ده غلط اصلا ولا الميديكال تيرمز مش بستخدمها اصلا، فهي هتلاقي الاجابه دي الوحيده، تمام. هنا بيقول لي while you are خلي بالك حته الارنجمنت انا بترتب العكس، يعني من الاولد للريسنت مش من الريسنت للاولد، تمام. هنا while you are taking history from a patient you find that there is more than one complaint، اكتر من one complaint، تعمل ايه؟ ترتبهم من الاولد تو الريسنت، تمام، from old to recent، تمام. هنا بقى بيقول لي which of the following is the first items to be mentioned in the history of present illness، لما اجي اخد البريزنت illness واخد الكومبلين بتاعت المريض لازم اعمل لها analysis، دي اول حاجه واهم حاجه عندي، تمام. هنا which of the following is considered a symptom، عرض يعني of هيباتو بايلري سيستم، مشكله هيباتو بايلري، كنا جايلينهم اثنين، لا اما الصفره لا اما الاتشنج الحكه، يبقى هي الاتشنج، تمام. ما اكيد يعني ما هيبقاش عنده كحه ولا قطعه في نفسه، هو بيقول لي الكبد، تمام. هنا 17 years، بس حته مهمه خلي بالك منها عشان ممكن ما تجيش في بالك بسرعه، حته ال الكحه دي، تمام، اللي هي دي الحكه يعني، هي الاجابه. طيب 17 year old patient was presented to the emergency room complaining of speech affecting، هو مو عنده مشكله مش عارف يتكلم، الجهاز العصبي متاثر، in the form of dysarthria، ماشي مش عارف يظبط كلامه. his complaint is a symptoms of which of the following system، any system، العصبي طبعا nervous ما عارفش يتكلم. طيب a 16 years old patient present to the outpatient clinic with dysphagia، أو الديسفيجيا دي يعني صعوبة في البلع، صعوبة في البلع، تمام. طيب اللي عنده صعوبة في البلع ده المشكلة فين؟ this means that his difficulty in which of the following، في السويلنج اللي هو البلع، السويلنج اللي هو البلع، أما الديفيكيشن ملوش علاقة، يعني هيكون عنده مشكلة في زوره فمش عارف يعمل حمام، أكيد لا، المشكلة في البلع. طبعا سؤال الامتحان زي ما انتم شايفين كلام فاضي خالص، و
انتهت الأسئلة مع كل التمنيات بالتوفيق والتفوق. مش عارف الفيديو كويس ولا لا، ولكن هبعته لك وإن شاء الله يفيدك. يعني أتمنى يكون الفيديو يفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.